معاك زميلي امير مع جمهور النادي الاهلي من ضمننا كمان الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي اليوم، في الجهاز الفني، في الجمهور الكبير ان شاء الله اللي هيبقى ليه مفعول السحر. كيف ترى المباراه؟ الظروف صعبه لكن عندنا تفاؤل كبير ان شاء الله دكتور مهند. والله احنا في تحدي كبير ولازم الناس تبقى عارفه ان احنا في تحدي كبير جدا النادي الاهلي بيمر بيه في مجالات كثيره جدا. النهارده ده جزء بسيط من التحديات اللي احنا بنمر بيها كلنا كفريق كوره في مشواره في البطوله في دوري ابطال افريقيا، كمجلس اداره، كجماهير، كلنا عندنا تحدي كبير. الحمد لله لحد دلوقتي ما شاء الله كل واحد قايم بدوره على اكمل وجه. طول ما احنا موجودين احنا لسه واصلين حالا، يعني بنتابع الاخبار وبنشوف الناس الموجودين، جماهير اكثر يعني من رائع في تواجدهم، في التزامهم بالتعليمات، في ان هم ملتزمين بكل التعليمات اللي بتتوجه لهم. الناس اي تعليمات بتتوجه لهم بينفذوها لان شايفين في عينيهم ان هم جايين لرساله معينه. كل واحد مجنب اي حاجه شخصيه واي خلافات او اي حساسيات وجاي يركز بس على ان الفريق النهارده نرجع بالمكسب. فده دور الجمهور ان شاء الله هيكمل على خير وهيتوج في المدرجات وباذن الله هيترجم باذن الله بنتيجه ايجابيه بـ 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 برجالتنا اللي موجودين في فريق الكوره مع المدير الفني مع الجهاز الاداري كله. باذن الله النهارده احنا متفائلين خير وواثقين ان شاء الله من النتيجه، واثقين من ان كل واحد وصل لقدر انه حاسس بالمسؤوليه. كلنا كل واحد في منصبه، اذا كان اعضاء مجلس اداره، اذا كان الجماهير، اذا كان الفريق، اذا كان الجهاز الاداري، اذا كان انتوا كاعلاميين، فالحمد لله يعني كل واحد قايم بدوره. شايف حاله من التركيز رهيبه جدا، الدنيا هاديه جدا، كل واحد ملتزم، كل واحد حتى لو متضايق من حاجه او كده مش بيتكلم فيها، معديها لان احنا جايين على هدف اكبر لحد ما ان شاء الله الامور واحده واحده هتتحسن. احنا بنشكر الجماهير على دورهم لحد دلوقتي، الحمد لله قايمين على دورهم باكمل وجه، وبنوعدهم ان اللي جاي افضل باذن الله، بس لازم كلنا نستحمل شويه الفتره دي. واحنا كمجلس اداره مش مقصرين خالص، بل بالعكس احنا شركاء معاهم في نفس التحدي. مش عايز اقول انه في اي حاجه ده، هو خلينا نقول التحدي، فاحنا شركاء معاهم وهنقوم بدورنا على اكمل وجه باذن الله. ومش هن مش هن يعني هن نوفر اي مجهود في سبيل ان احنا نرجع باذن الله كجماهيرنا تبقى في يعني الاستاد يبقى فول كاباسيتي زي ما بيقولوا، وعلى ملعبنا ان شاء الله باذن الله في القاهره ان شاء الله. خدنا رساله الجمهور، لكن اخد منك رساله لعيبه النادي الاهلي. احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، مش محتاجين رساله، لكن اما بتيجي رساله من اعضاء مجلس الاداره المؤازره بتبقى ليها دور كبير، لان كلمات الكابتن محمود الخطيب سواء في الاجتماع او في الكلمه التي اذاعت من خلالنا كان ليها مردود كبير جدا على اللعيبه وعلى الجمهور. يا استاذ مهند، والله اللي بيدور واللي بيحك في للنادي في حوالين النادي او للنادي او للكوره او لاسم الاهلي مش خافي على حد. فبالتالي كل واحد زي ما بقول لك، اذا ما كانش هيبان النهارده، اذا ما كانش الناس معدن اللعيبه ومعدن الاهلاويه اللي بجد كلعيبه وجمهور وكناس مسؤولين، هو بيبان في المواقف اللي زي دي. وهناخد في الفتره دي او في الموضوع ده مده، فلازم الناس تبقى عارفه ان احنا قدامنا فتره من تحدي كبير. فاللعيبه طبعا عندها قدر كبير جدا احنا بنثق فيهم، وده زي ما قلت لك هيترجم باذن الله لنتيجه ايجابيه النهارده. الفريق بقاله كتير جدا غايب عن انظار الجماهير، وكانوا الحمد لله قافلين على نفسهم كويس جدا في معسكر داخلي وفي معسكر خارجي، ودي احنا حاجه لمسناها انها حاجه كويسه ان الجماهير الفريق قافل على نفسه كويس بعيد عن اي مشاكل لانه عنده هدف معين. فبالتالي الفريق والجمهور مستني يشوف الفريق بقى هيعمل ايه في الملعب. احنا بعيد عن النظر بقالهم فتره، فان شاء الله كل الناس منتظره ده، خصوصا بعد كاس العالم الفريق بقى له الدوري واقف. فبالتالي الناس مشتاقه انها ترجع تشوف الفريق بالشكل الجديد وبتوب الجديد، وباذن الله بالاصرار على الفوز اللي هيبان النهارده ان شاء الله. يا دكتور ان شاء الله مبارك لك باذن الله بعد المباراه. ميرسي جدا، ربنا يخليك، شكرا جزيلا.